صباح الخير يا ثاني. اليوم سوف نبدأ بدرس جديد وهو درس ترتيب الأعداد بصفحة 30. درس ترتيب الأعداد حكينا إحنا عنه ببداية الوحدة عن ترتيب الأعداد. أول إشي برتب الأعداد بطريقتين: ترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي. الترتيب التصاعدي وهو ترتيب الأعداد من العدد الأصغر للعدد الأكبر. شوفوا هاي الدرج بصعد. حكينا دائما تصاعدي من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. ليش سميته تصاعديا أو تصاعدي؟ لأني أنا بصعد، المصعد لما يطلع بصعد، بصعد يعني أنا عم بطلع. حكينا إذا حكينا تصاعديا من الصغير للكبير لأني أنا بطلع طلوع، فسمى تصاعدي. لو حكيت لك رتب كل مما يلي تصاعديا، بدك تعرف شغلة ثانية، هاي حفظ، أنه دائما بتطلع على أي خانة؟ على خانة المئات. دائما ننظر إلى المئات. إذا المئات كانت متشابهة بروح على العشرات، إذا العشرات متشابهة بروح على الأحاد. بس أول خانة ما بطلع على الأحاد لما أرتب، بطلع على المئات. 543، 421، 330. هلأ طلعنا إحنا على المئات تصاعدي. إيش يعني؟ يعني من صغير لكبير. يعني مين أصغر واحد فيهم؟ 330، ثلاث أصغر إشي. بعديها مين؟ هاي بحط عليها إكس. بعديها مين؟ 421. بعديها مين؟ 534. هيك أنا رتبت ترتيب تصاعدي. بينما الترتيب التنازلي هو ترتيب الأعداد عكس التصاعدي، من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر، من الكبير للصغير. أنا بنزل نزول، من اسمه تنازلياً، تنازلي نزول، تنازلي نزول، بنزل نزول من الكبير للصغير، سمي تنازلياً لأنه نزول. رتب كل مما يلي تنازلياً. حكينا بتطلع على أكبر خانة، مين هي؟ خانة المئات، قلنا الخانة الكبيرة الجديدة. عندي 550، 604، 53 و 900. بتطلع أول أكبر خانة، عندي 9، 6، 5. أنا هون تنازلي، بدي أنتبه. مين أكبر إشي؟ 900. هاي إكس. مين بيجي بعديها؟ 6 ولا الخمسة؟ 6. إذا 653، بعدين 550. شوفي هون، دائما ننظر اللي حكيناه إحنا إلى خانة المئات. إذا كانت متساوية بذهب إلى العشرات، وإذا كانت متساوية نذهب إلى الأحاد. شوفوا لي هون، رتب كل مما يلي تنازليا، تنازليا. شوفوا 530، 420، 430، 531. بطلع على أول خانة اللي هي المئات، 5، 4، 4، 5. في تنتين متشابهين وتنتين متشابهين. تنازلي معناته من أكبر إشي. مين أكبر إشي؟ راح أزيح الأربعات، 5 و5، صح؟ طيب متشابهات شو بعمل؟ بروح على العشرات، 3 و3 برضو متشابهات. شو بعمل؟ بروح على الأحاد، 1 و0. مين أكبر، الواحد ولا الصفر؟ الواحد. إذا أول إشي بمعنى تنازلي بحط 531. هاي شحط عليها، بعديها بتيجي 530. طيب ظل عندي 430 و420. الأربعة والأربعة متشابهين، بروح على مين؟ بروح على العشرات، 3 و2. مين أكبر؟ لأنه تنازلي 3. إذا 430، بضل عندي مين؟ 420. هيك أنا رتبتهم تنازليا. في عندي هون تدريب بدك تحله أنت لحالك. رتب كل مما يلي ترتيبا تصاعديا، هاي الأعداد رتبها تصاعدي، لا ننسى التصاعدي اللي هو من الصغير للكبير. رتب كل ما يأتي تنازليا، هي الأعداد والحل جنبها بدنا نحلهم، بدناش ننسى أنه تنازلي من الكبير للصغير. هلأ بصور لكم إياها.